الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة على موقع صدى البلد. حالة من القلق والخوف أصابت أهالي محافظة اسكندرية، وده بعد ما غزت كميات كبيرة من حشرة الدعسوقة بعض شواطئ الإسكندرية وبعض المناطق القريبة من البحر والحدائق العامة. وظهور الدعسوقة بالشكل الكبير ده فجأة أثار مخاوف وتساؤلات كتير عند الناس، أهمها هل ممكن إن الحشرة دي تنقل أمراض أو تهاجم الإنسان، ويا ترى إيه سبب ظهورها في الوقت ده وفي اسكندرية خصيصا؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها مع حضراتكم، فتابعونا. ظهرت حشرة خنفساء الدعسوقة على أحد شواطئ محافظة الإسكندرية وفي بعض المناطق، وده طبعا أثار خوف والرعب بين الناس، وأثار كمان التساؤلات حول هذه الحشرة وهل هي بتهاجم الإنسان ولا لا. وجاوب على السؤال ده الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة، وقال إن حشرة خنفساء الدعسوقة هي صديقة للبيئة ولا يوجد ما يدعو للقلق من ظهورها في أحد المحافظات. ووضح كمان إن الحشرة دي بتتكاثر في أواخر الربيع وأوائل الصيف. وفي تصريحات خاصة لصدى البلد قال أبو المعاطي إن حشرة الدعسوقة لها أكتر من فايدة، لأنها أولاً بتتغذى على حشرات ضارة للزراعة زي القطن وغيره، كمان بتقلل من التلوث الجوي لأنها بتتغذى على حشرات الزراعة، وبالتالي بتخفض من استخدام المبيدات في جميع النواحي، ده غير ان ليها شكل جميل وجذاب. اما عن سبب ظهورها بكثرة في هذا الوقت وتحديدا في اسكندرية، فاكد رئيس قسم الارصاد الجوية بوزارة الزراعة ان هذه الحشرة تكثرت بشكل زائد هذا العام بفعل التغيرات المناخية اللي طرأت على مصر. ووضح الدكتور شاكر ابو المعاطي ان الجو في اسكندرية مناسب لظهور حشرة خنفساء الدعسوقة، وده لانها بتتكاثر في الجو المعتدل وهو اللي بتتسم به محافظة الاسكندرية. كمان طمن حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين الناس بشأن الحشرة دي، وقال ان حشرة الدعسوقة من الحشرات النافعة والفلاحين بيطلقوا عليها ابو العيد، وده بسبب جمال شكلها وفائدتها الكبيرة للقضاء على الحشرات الضارة. وقال نقيب الفلاحين ان الدعسوقة خنفساء صغيرة منقطة بنقط سودة والوانها جميلة وبتتلون باللون الاحمر والاصفر والبرتقاني واحيانا الابيض، وبتتغذى على الحشرات الضارة ويرقتها. واكد نقيب الفلاحين ان السبب انتشارها الايام دي بيرجع لان الصيف موسم انتشارها، ويبدأ تكاثرها في فصل الربيع وبتساهم في تلقيح الازهار وبتختفي بحلول الشتاء، كما انها لا تضر الانسان. ووضح ابو صدام ان خنفساء الدعسوقة لها اكتر من 5000 بيضة، وبتضع انثى الدعسوقة حوالي 300 بيضة احيانا، وطولها لا يتعدى 1 سنتي، وبتنتشر في جميع انحاء العالم، وهي من اهم الحشرات المفيدة للمزارعين، وبتعيش من عامين ل3 اعوام. وبكده تكون انتهت تغطيتنا. مشاهدينا الكرام، بنشكركم على حسن المتابعة، والى اللقاء.